السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم وزل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخبركم، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والقبول والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتمنى اللي مش مشترك في القناة يشرفنا حالا بالاشتراك ونبدأ حلقتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. تساؤلات كثيرة جدا واستفسارات عن رؤية القطط في المنام. إن شاء الله هنتناول في الحلقة دي كل التفسيرات المتعلقة برؤية القطط في المنام. نبدأ بسم الله. القطة أولا من الحيوانات الطاهرة، القطط من الحيوانات الطاهرة، وفي أحاديث نبوية كثيرة جدا دلت على ذلك، والقطط كانت من الحيوانات المحببة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطلق عليها الطوافين والطوافات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أمر سيدنا أنس بن مالك خادمه أنه يحضر له ماء علشان الوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قرب من المياه كان في نفس الوقت قط بيشرب من المياه، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توقف حتى انتهى القط من الشرب، وبعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتوضى حتى سيدنا أنس استغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح ان ثور القط لا ينجس المياه. الثور يا جماعة اللي هو باقي المياه اللي بتتساقط من فم الحيوان لما بيجي يشرب، أعزكم الله. والقط سبحان الله من الحيوانات اللي حصل بينها وبين الإنسان ألفة وود، وهي من الحيوانات المستأنسة، حيوانات اللي بتحب تعيش مع البشر عكس حيوانات تانية كتيرة جدا منفصلتها. فنبدأ كده ونقول بسم الله. أولا هنذكر التفاسير العامة وبعد كده إن شاء الله هنخصص. أولا عندما ترى المرأة قطة جميلة ومدللة في المنام تدل رؤيتها على حسن جمالها ومحبة الآخرين لها. القطة دي ما هي إلا انعكاس لصاحبة الرؤية، والناس كتيرة جدا بتحبها، ناس كتيرة جدا بتحاول تتودد وتتقرب لها. أما رؤية القطط السوداء في المنام قد تدل على أعمال السحر والأعمال الشيطانية، لأن الجن أيضا قد يتجسد في صورة القطط، وإن شاء الله هنحاول نفرد حلقة كاملة بخصوص الموضوع ده. وعندما ترى المرأة المتزوجة قطة على سرير الزوجية قد يكون إنذار وقد تكون إشارة على أن الزوج بينه وبين امرأة أخرى علاقة والعياذ بالله. أما رؤية القط وهو يأكل في بيتك إشارة على أن الله تبارك وتعالى سيفتح لك أبواب الرزق والبركة والخير في هذا البيت. وعندما ترى أنك تقوم بطرد بعض القطط سوداء اللون من البيت إشارة إلى التخلص من بعض المشاكل المتعلقة في البيت، قد تكون مشاكل زوجية، قد تكون مشاكل مع الأولاد. وبعد كده إن شاء الله هيحصل حالة من الهدوء والاستقرار في المنزل. ومن رأى في المنام إنه يقوم بتعذيب قطة إشارة إن ربنا سبحانه وتعالى بيحذره، ربنا سبحانه وتعالى بينبهه. خلي بالك، قد يكون التحذير والتنبيه الأخير في حاجة أنت بتعملها، الحاجة دي بتعود على مخلوق من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، قد يكون بشر قد يكون حيوان بالأذى، خلي بالك كويس جدا. أما رؤية عدد كبير من القطط متوقف أمام المنزل بيطلع صوت عالي جدا، صوت مزعج، إشارة على أن في بعض الجيران فضوليين بيحاولوا يعرفوا أخباركم بشكل مستفز. طيب لو أن رجل رأى في المنام أن قطة تحتمي به، بالله عليكم كل الرجالات خلي بالها من التفسير ده كويس جدا يا جماعة، ربنا يحفظكم. لو في راجل رأى في المنام أن قطة تحتمي به، ليه تفسيرين والتفسيرين اخطر من بعض. التفسير الاول ان الزوج ده يتقي الله في زوجته وبيعاملها بالرحمة والود وكل الحب. التفسير التاني اللي عاوز اكد عليه معناه ايه، لو راجل رأى في رؤية ان في قطة بتحتمي به
ده معناه ان في بعض المشاكل بينه وبين زوجته، وفي بعض الناس بتحاول تستغل المشاكل دي علشان يتقرب الى زوجته، فخلي بالكم من النقطة دي كويس جدا. ولو ان شاب اعزب رأى في رؤية انه يتزوج من قطة، فممكن يكون حلم غريب للبعض. ازاي شاب يتزوج من قطة؟ ده معناه ايه؟ ده معناه انه يتزوج بامرأة صالحة، طب دليل الكلام ده ايه؟ الدليل هو قياس من حديث كبشة بنت كعب بن مالك ان ابا قتادة والد زوجها رضي الله عن الجميع دخل عليها فسكبت له وضوء، فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء، يعني ميل الاناء اللي في المية علشان القطة تشرب، حتى شربت. فقالت كبشة فرآني انظر اليه، يعني انا ببص له مستغربة انت بتعمل ايه. فسيدنا ابا قتادة ام قايل لها ايه؟ قال اتعجبين يا بنت اخي؟ قال قلت نعم. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني القطط مش نجسة ولا بتنجس المية اللي هي بتشرب منها. ولو ان شاب رأى في المنام انه تزوج من قطة، ده معناه ان هو يتزوج بامرأة صالحة ان شاء الله تحفظه في عرضه وفي ماله وفي بيته وفي اولاده. اما رؤية عدد كبير من القطط الصغيرة في المنام مختلفة الالوان، ده بشرة خير على النجاح والتوفيق في الحياة العلمية والعملية. ولو حضرتك رأيت في رؤية معينة ان في قطط صغيرة نايمة على رجلك، ده دليل على ان شاء الله تبارك وتعالى ربنا هيمن عليك وعلى اسرتك بالهدوء والسكينة والطمأنينة، لان طبيعة القطط مش بتنام غير في المكان الهادي، مش بتنام غير في المكان البعيد عن الدوشة بصفة عامة. ولو ان امرأة رأت في رؤية انها تحتضن قطة صغيرة، والمرأة دي كانت متزوجة، اشارة ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها في القريب العاجل بذرية صالحة، قد تكون الذرية دي بنات. حلم القط الذكر في المنام، لتفسيرين. التفسير الاول، لو حضرتك شاب اعزب وشفت قط ذكر في المنام، التفسير الاول ان ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك بصورة كبيرة جدا في مجال العلم، وهيفتح عليك في مجال التجارة، تمام، وحضرتك هتكون مميز جدا. طيب لو رجل متزوج ورأى في بيته، ورأى في المنزل قط ذكر، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو يخلي باله جدا 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 من بعض اصحابه، ما يحاولش يآمن لحد ولا يثق في حد ثقة عمياء ويدخله بيته، لأن القط الذكر من صفاته الخيانة والمكر. إيه تفسير رؤية القطة الأنثى في الحلم؟ القطة الأنثى في الحلم تدل على اهتمام الزوجة بجمالها وأنوثتها لزوجها، بتعمل كل حاجة من ناحيتها علشان ترضي زوجها. طيب لو كانت القطة دي لونها أبيض، ولو الرجل هو اللي رأى الرؤية دي، ده معناه إيه؟ ده معناه إن زوجته بتتمتع بقلب أبيض وإنها امرأة عفيفة طاهرة. طيب لو أن الرجل رأى في رؤية إنه في عدد كبير جدا من القطط لونهم أبيض موجودين في البيت، ده معناه إن شاء الله في أخبار كويسة جدا وأخبار حلوة جدا في الطريق إليه، فليبشر بكل خير. طيب لو حضرتك رجل متزوج وبتشوف حلم باستمرار ان في قطة معينة، كل اللي بتعمله في الحلم ان هي بتنظر لك نظرة انت مش مرتاح للنظرة دي، ده معناه ايه؟ ده معناه ان في حد من عيلتك او حد من عيلة الزوجة متربص بك جدا، هي امرأة متربصة بك ومتربصة باخبار بيتك وبتنتظر اخبار بينك وبين زوجتك باي طريقة، فكون حريص جدا منها. ما هو تفسير رؤية القطط للبنت أو للفتاة العزباء؟ أولا رؤية القطط للعزباء، لو كانت القطط موجودة بشكل كبير، ده معناه في بعض المشاكل في حياتها العاطفية، إن هي ممكن يكون تأخر بها سن الارتباط أو الزواج،
وقد يفسر أيضا لو البنت ده مخطوبة إن في أشخاص حاقدين جدا وبيتمنوا إن الموضوع بتاع الخطوبة ده ما يكملش. فنصيحة اللي هي تحافظ على أسرارها وما تثقش في أي حد، ولو رأت في المنام إن في امرأة ومعها قطة بتنظر لها نظرة مش كويسة تكون حريصة جدا إن هي ما تاكلش عند أي حد، وتكون حريصة جدا على إن أخبارها الشخصية مش أي حد يعرفها، لأن الحلم ده معناه إن في واحدة متربصة جدا بها ونفسها يطلها منها أذى بأي طريقة، فلتكن على حذر. رؤية القطط للمرأة المتزوجة، رؤية القط للمرأة المتزوجة ولو رأت إن هي خايفة منه جدا ومش عايزة تقرب منه، ده معناه إن في مشاكل، المشاكل دي ضغط عليها نفسيا جدا والمشاكل فوق طاقتها من أهل زوجها، فهوني على نفسك. ولو كانت المرأة المتزوجة بترى في المنام إن هي بتحاول تطعم القطط، ده معناه إن هي بتحسن تربية أولادها وبتحسن العناية بهم، لأن الإمام النابلسي قال لو أن امرأة رأت إنها تطعم القطط معناه إن المرأة دي تتقي الله في أولادها وتتقي الله في زوجها وتتقي الله في بيتها، وتقدم لهم خير ما تملك وخير ما تعلمت في بيت أمها. أما لو رأت الزوجة أن عدد من القطط بيلاحقها وبيطاردها في المنام، ده معناه إن في أشخاص حواليها، الأشخاص دول حاسدين جدا لها وبيحقدوا جدا عليها ويتمنوا زوال النعم اللي موجودة عندها. أحيانا قد ترى المرأة المتزوجة قطة بشعة المنظر، بشعة المنظر، هل ده معنى وجود سحر؟ يعني هل التفسير الأول إن الموضوع في سحر وخلاص؟ ممكن يكون في سحر، ولكن اللي أنا بميل له إن ده معناه إن في وجود مشاكل كبيرة جدا بينها وبين زوجها، المشاكل دي منغصة عليها حياتها، المشاكل دي مخلياها مش عارفة تعيش كويس، دايما في تفكير ودايما في انشغال، مش عارفة تعيش حياتها بشكل طبيعي. لأن احنا قلنا في الأول إن قد يفسر رؤية القطة في المنام هو انعكاس للمرأة نفسها صاحبة الرؤية، فلو كانت جميلة المنظر معناه إن الحياة مستقرة وهادئة، ولو كانت غير ذلك دلت على وجود بعض المشاكل في حياتها الزوجية. ماذا لو رأت المرأة الحامل القطط في المنام؟ حلم الحامل بعدد كبير من القطط في المنام دليل إن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها كتير من الأولاد، ذريتها هتكون كبيرة جدا، مش شرط ذريتها من نسلها هي، ممكن يكون من نسل أولادها يعني أحفادها. طيب رؤية الحامل تقوم بطرد القطط من البيت، ده معنى إيه؟ ده معنى اللي هي إن شاء الله هتتخلص من كل تعب ومن كل ألم صاحب فترة الولادة والحمل، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيسر لها فترة ووقت الولادة. لو رأت الحامل قطة مع زوجها، قطة مع زوجها ده معنى إيه؟ ده معناه زي ما قلنا وأكرر تاني إن هي تكون حريصة من حد قريب جدا منها وهي تظن إنه أهل ثقة، ولكن قد يكون سبب حدوث خيانة لزوجها. خلي بالها جدا، مش أي حد ندخله بيتنا، مش أي حد نثق فيه، مش أي حد نقول له كل أسرارنا، ياما بيوت كتيرة اتهدمت من تحت كلمة الثقة. ده زي أختي أنا، والله عايز أكمل، كنت عايز أخلص الموضوع كله في حلقة واحدة، ولكن أنا يعني الموضوع طول جدا معايا وأنا عامل على وقت حضراتكم، فإن شاء الله هنرجئ الكلام وهنرجئ باقي التفسير في حلقة تانية إن شاء الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.